لاباس عليكم. اليوم اول نهار في رمضان، غادي نشارك معكم هاد التحلية سهلة ولذيذة. اليوم كي كتشوفوا معايا، سمحوا لي لان صوتي فممكن يكون ما كيتسمعش مزيان لانني باحة، الله يجيكم. المهم اليوم عندي هنايا نص سيترو ديال الحليب بارد عادي، ما كانش في الثلاجه، وعندي هنا جوج معالق ديال النشا، وعندي هنا جوج معالق ديال السكر. اللي بغات تزيدي السكر زيد السكر. وعندي هنا كيس ديال الفاني. غادي نشد هاد الحليب ديالي وغادي نضيف عليه السكر، نخلط مزيان هاد الشي كامل. غادي نشد نضيف عليه الفاني، وغادي نضيف عليه هاد النشا اللي عندي، وغادي نحرك مزيان جوج معالق كبار ديال النشا فين السيطرة ديال الحليب. صافي، وكنحرك مزيان. غادي نديرو فوق النار ونرجع. صافي، وهنا مني تتبدا تتقال عندنا بحال هكا، هانتوما كتشوفوا معايا. صافي، تنطفي عليها وكنخليها جانبا. هانتوما شفتوا كي دايره. كيف ما قلت لكم، ما تنساوش المعيار هو نص سيطرو ديال الحليب في جوج معالق ديال النشا. بويز دابا نجي نكملو الباقيه. هنايا غادي نجيب الحبات عندي ديال الفريز، غادي نحيد ليهم هاد الراس هدا، وغادي نحاول انني نقطعهم طريفات صغار. سمحوليا مرة أخرى على الصوت، باركي صوتي كي قلت ليكم. كان غادي ندير لي أربعة أشخاص، نتوما ديروه على حساب على حساب الأفراد اللي عندكم. المهم هنايا غادي نجيب دابا نجيب السكر، غادي ندير عليه واحد شوية ديال السكر وغادي نخليه. وتنخليه حتى تيطلق داك السيرو ديالو، وعاد كنرجعو مره اخرى. صافي، هنايا كنجي وكنبدا ندير هاد الشوكه ديال الفريز هنا. فزليف كنفرق احد سميتو التحلية ديالنا. هانتوما
ما كيجي البنات لا ملصق لا والو، ولكن خاصني نرد بالي ليه مزيان يا سطا. صافي هنايا، هنايا البنات صافي، هنا غادي نديها نديهم يبردوا وغادي نرجعوا مع نزينوهم ونرجعوا مع الشكل النهائي ان شاء الله. صافي، وهنا كي تشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي. فانا زينتها بهذاك العصاره ديال الفريز اللي كتخرج مع السنيده وصافي وطريف ديال الفريز وصافي، هادشي اللي كاين وكيبقى تزيين على حسب الرغبه. المهم تنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم هذا الفيديو وهاد التحليه هادي ما تنسونيش من لايك، واللي ما مشاركش في القناه يشارك معايا. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.